أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن نور المالكي يحاول العبث بعقول العراقيين بموجة جديدة من التصريحات الطائفية الطافحة بالأكاذيب. وأوضح قسم الإعلام في الهيئة بأن المالكي يسعى إلى تحريض الناس طائفيا من خلال تأليف قصص ونسبها للتاريخ، من خلال تجاوزه بفظاظة وسوء أدب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، واتهامهم بما ليس فيهم، متجاوزا بحقده المعروف وجهله المعتاد مدح القرآن الكريم لهم ورضوان الله عز وجل عنهم. وأضاف قسم الإعلام بأن المالكي الذي تسلم زمام الحكم منذ مدة 8 سنوات ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين بدوافع طائفية، وبات أحد أركان الدولة العميقة التي تتحكم بنظام العملية السياسية، متخذة من أدوات الإطار التنسيقي وجهة لها لتنفيذ مخططات إيران الطائفية. وطالبت الهيئة أحزاب السلطة ومراجعها الدينية تحمل مسؤولية تصريحات المالكي الطائفية وما تفرز عنها من تداعيات على المجتمع العراقي، داعية إلى تبيان رأيها فيها. دعونا نتابع جانبا من حديث نور المالكي لهذا اليوم. لنا في الإمام علي نبراسا ومتراسا في الشجاعة والكرم والرؤية الثاقبة والقيادة الحركية، ولكنه ابتلي بأمة متخاذلة انتهت إليه الخلافة والمسلمون قد انهارت قواهم في الحروب الكثيرة. ما كان في الأمة قائد كالإمام علي عليه السلام، ولكن ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي، حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا عمر بن العاص، وهو قال لمعاوية لا تخف لأن مال أشتر وصل إلى فصاف معاوية ولم يبق إلا قليل حتى يقتله، فمعاوية ارتعب، ماذا نصنع يا عمر؟ قال اتركها علي، أخذ القرآن حطه على رمح وصاحوا انزل على حكم القرآن، انتهت. جيش الإمام علي كله قالوا للإمام هذا دعاك للقرآن، قال لهم أنا القرآن الناطق وهذا قرآن صامت، هذه خدعة، قالوا لها دعاك إلى القرآن، وسلوا سيوفهم على رأس الإمام عليه السلام. 20,000 مقاتل شهر سيفة لقتال الإمام علي إن لم ينزل على حكم القرآن على هذه الخديعة. وصار التحكيم، صار موسى الأشعري، وصار عمر بن العاص، وصار ما صار، كل الذي حصل للمسلمين أقولها بكل شجاعة، كل الذي حصل للإسلام والمسلمين من تعقيدات وكل الدماء والطفوة ما حصل فيها كله مرجعه إلى يوم الذي عقدت المؤامرة على الإمام علي عليه السلام. من هذاك اليوم بدأت ولا زلنا ندفع ثمنها. تفاعل عراقيون كثر مع ما جاء في كلام نور المالكي. دعونا نتابع بعض هذا التفاعل ومنها تغريدات وتعليقات. يقول الباحث العراقي مجاهد الطائي: تارك مشاكل العراق الحالية التي ساهم هو نفسه بصناعتها وتعقيدها، وعاد ليروي روايات ومشاكل تاريخية عمرها مئات السنين ويوظفها لرفع رصيدها الطائفي في نظام محاصصاتي طائفي فاشل. ألا يعتبر حديثه جزءا من المحتوى الهابط؟ يتساءل. فالخطوة الأكبر تكمن في تهديد التعايش الحاصل بعد سنوات من سفك الدماء. الصحفي العراقي عثمان المختار قال: في العراق بعد 20 سنة من الغزو الأمريكي تخطينا نتن الطائفية، وصرنا الآن أمام استهداف هوية. أحزاب وميليشيات السلطة لا يريدون شركاء، لا سني ولا كردي، هم أصلا لا يؤمنون بالشراكة يقول، ولا حتى بالتبعية كما يفعل بعض قادة السنة. ليس أقل من مسخ
هويتك وتحويلك مثل ما يريدون هم. نور المالكي مثالا. عبد الرحمن الراشد يقول: أمريكا اختارت نور المالكي ليكون رئيسا لوزراء أيام الحرب الطائفية لأنهم يعلمون جيدا بأنه سينفذ مخططهم بتدمير العراق ونشر الفتنة والطائفية. رافع يقول: هل من المستغرب أن يتفوه نوري المالكي بكلام بغيض يغيظ المواطنين ويثير حنقهم؟ يتساءل يقول: هو إنسان طائفي متخلف يؤمن بمذهب ولاية الفقيه وبكل فكر سقيم ابتكرته إيران وصدرته إلينا. معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. فضل أبو عبد الله، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. العزيز من حيطلع ويسولف، بس ولو هسه قناتكم باقوا في البث مالها على صورة واحدة. شلون؟ قناتكم الحلوة ماكو؟ نعم. قناتكم شو البث مالها واقف مع محسبر. لا. مثل ما قلت عندي حاول تضبط الرسيفر مالتك. الدش ابو عبد الله حبيبي يا غالي انت، الله يسلمك. كان العزيز على هذا من يسولف حق طائفيه. هو اذا اكو حق طائفي انت طائفي لله. انت من تجيب اسم الامام سيدنا علي، انت تنقص اسم سيدنا علي، تنقص اسم الانبياء كلهم والاولياء كلهم. انت اذا كنت طائفي واحد دمر الموصل والانبار وصلاح الدين هو انت، الطبط داعش هو انت. انت من تحكي لنا والله الامام علي الامام علي، انت ايش بديك تعرف الامام علي؟ انت اي طائفي يعني؟ انت حتى تشعل الطائفيه من جديد؟ عمي العراق عايزين لك تشفينا شرك، ولي تشفينا شرك عمي. والله الامام علي الامام سلوا عليه 20,000 كنت وياهم لازم حاسبهم، لازم تبدي تطلعهم عربات انت كله. تجيب صباحي عمي هذا الحكي خلي ولي يعني اي وقت اي وقت راح يظلون العراقيين ماكو يسمعون هذا الاكاذيب ولا هذا اللي يسمون. يعني انت اذا بيك خير هاي السرقات راح تصير المليارات تقدر تطلع منها شيء؟ لو انت شريك لك حسب الصافي. نعم. وأني ممنون منك. شكرا أبو عبد الله صلاح الدين كان معنا. نذهب إلى ملف تدهور القطاع الكهربائي في العراق، حيث انتقد مواطن عراقي من قضاء عفك في محافظة القادسية، انتقد الإهمال الحكومي لقطاع الكهرباء حيث يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لأوقات طويلة، ويتساءلون هل الحل في هجرتهم من مناطقهم لغياب أبسط حقوقهم؟ فلنتابع. نداء استغاثة، نداء استغاثة للمحافظ. يا محافظ الديوانية تعال القضاء عفك، عفك ما بها كهرباء، ما عدنا كهرباء. هسه ب 12 ونص اجت لها دقيقتين وطفوها، نريد ننام ما نقدر ننام، نستغيث احنا وعوائلنا واطفالنا من قضاء عفك. هسه بحي الوالي اجت لها 3 دقائق وطفيت، نستغيث نهاجر من عفك، عفك منكوبة عم، كهرباء ماكو، نطلع هسه نطلع عوائلنا ونتظاهر نحكي نصيح خليج المحافظ العفج شنو شادينها على الذبذبه ما ادري شنو هاي السوالف، احنا ما نعرف فيها، احنا نريد كهرباء. كهرباء احنا تاخذون جبايه من عندنا وتوفرون لنا كهرباء؟ شنو هالمهزله؟ شنو هالظلم هذا؟ هاي المنطقه كلها ماكو هندسه. هاي شوف، هاي اطلع للشارع وشوف، هاي ماكو هندسه. مسؤولين على التبريد كاتم شادين عم كارثه، اطلعوا يا هالعفه احكوا شن هالمهزله مال الكهرباء هاي. وفي محافظة بابل دعا مواطنون الأهالي للخروج بتظاهرات كبيرة للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية من خلال هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، فلنشاهد. الحر على الكهرباء، على الكهرباء، الله لا يعطيهم العافية، الله لا يوفقهم بحق محمد وآل محمد. هذا شرابي شرابي، لا كهرباء، بلدة رواحنا، اطلعوا يا ناس يا عالم، بلدة رواحنا، لا نصبحوا الكهرباء، هاي الكهرباء، هاي مولد آل ساحب، الله شاهد ومحمد وعلي، دافع عمي، رواحنا طلعت، رواتب كلها مليونين، 1,800,000، وين الكهرباء؟ شو محصلين؟ لعبة رواحنا. ترى
خرج سكان ناحية الدبوني في محافظة واسط بتظاهرات للمطالبة بتوفير وتحسين الكهرباء، كما لوحوا بخطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات الحكومية. فلنتابع هذا المقطع المتداول. كل المتظاهرين أهلنا، احنا ننطي اخوان، ننطي مهلة ثلاث ايام، نريد بالثلاث ايام، نريد بالثلاث ايام الكهرباء تشتغل، كهرباء وماي، ما واحد يطلع لها غير اطارات. الموضوع ما انه متظاهرين سلميين مكفولين بالدستور العراقي، نطالب على استحقاقنا، واللي طالب على استحقاقه مو عيب. رد واحدة، شنو اللي يسكت عن الحق؟ شنو اللي يسكت عن الحق؟ شنو اللي يسكت عن الحق؟ مستمرين بالمظاهرات، وراح نطفي المحطة الحرارية ونقطع الشارع العام بصرة بغداد إذا ما تشتغل الكهرباء. والله دعا النائب هيثم الفهد حكومة السوداني للتفاوض مع الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل استئناف ضخ الغاز وحل أزمة فقدان 5000 ميجاوات. وقال الفهد بأن أزمة الكهرباء الراهنة سببها خروج أكثر من 5000 ميجاوات بعد انحسار الغاز الإيراني، مبينا بأن الحكومة تواجه مشكلتين في الغاز الإيراني: الأولى تتعلق بالاستثناءات من الاستيراد، والثانية الاستثناء من التسديد للمبالغ المالية بسبب خضوع الحكومة والمصارف الإيرانية للعقوبات الأمريكية. وكانت وزارة الكهرباء الحالية قد أعلنت عن تراجع ضخ الغاز الإيراني من 45 إلى 20 مليون متر مكعب فقط. وتحدث أحد الناشطين من النجف عن أزمة الكهرباء التي تضرب العديد من محافظات العراق بسبب النقص في إمدادات الغاز الإيراني. فلنتابع ما قاله هذا الناشط. بويا ليش ماكو كهرباء؟ والله إيران تطلب فلوس العراق 10 مليار دولار مال الغاز على مود الكهرباء. خوش بويا ليش ما اعطيتوا يا الحكومه العراقيه؟ والله اعطينا العباس الحسين، اعطينا 10 مليار دولار بس تتحول لامريكا المركز الفيدرالي الامريكي. بويا امريكا ليش ما اعطيت الايران فلوس؟ والله يا اخوان الاعزاء يا العراقيين يا الفقراء، والله عليها حصار البرنامج النووي، هاي ضغوطات لازم شويه شويه نطيها. ها انا شنو بايران؟ انا شنو بالبرنامج النووي؟ انا شنو بالحصار؟ أنا شنو بأمريكا والبنك الفيدرالي؟ بلد ودستور وجيش وهبة والدولة العراقية العظيمة ورئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس برلمان ونواب شعب ورتال ومصاريف ودولة ومحافظين، وصوت على هذا القانون وارفع هذا القانون. بويا إذا أمرنا مو بيدنا، الأحزاب ما خلت ورانا، كل واحد يتبع لدولة، وظالين احنا لا نحيل ولا ربط، وهاي كله منظر هاي الكبكبة مال العراق. عمي مل الشعب، شنو 4-5 ساعات عمي طلعت ارواحنا، مات الشعب، كافي 20 سنة ولكم ما سويتوا محطة، ما سويتوا معمل غاز، ما سويتوا النشارة، لا مية لا كهرباء لا فلوس لا سياد. عمي الواد ماتت ملت، شنو 5 ساعات و4 ساعات؟ هاي الوسط والجنوب كله ماكو كهرباء، والله زعلانة أمريكا وزعلانة إيران، شنو بإيران؟ دعونا نتابع بعض آراء الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول تدهور القطاع الكهربائي المستمر في العراق. أحمد يقول الكهرباء ماكو، النفط ضعيف، المي مقطوع، الأهوار جفت، الخدمات تحت الصفر. الإنجاز الوحيد يقول لهذه الحكومة هو ظهور السفيرة الأمريكية أكثر من الوزراء. أما حمزة الشوقي فيقول كابوس الكهرباء في العراق سؤال، هل انقطاع الكهرباء عن المواطن العراقي نتيجة عدم وجود وقود أم عدم وجود أموال لشراء محطات توليد الكهرباء؟ هل هناك قرار دولي يمنع العراق من امتلاك محطات توليد الكهرباء أم هو منع وحظر أمريكي إيراني؟ يتساءل. إياد العنبر يقول الكهرباء في العراق لم تعد قضية خدمية، وإنما قضية سيادية، وتوفيرها من دون الاعتماد على الغاز الإيراني أو الربط مع دول الجوار أهم ملف في استعادة سيادة العراق. عدا ذلك أحاديث عن نجاح الحكومة في السياسة الخارجية من دون خدمة المواطن واقتصاد البلد فهي مجرد ثرثرة ولغو سياسي. بشرى تقول يوم واحد اقطعوها عن الخضراء حتى يشعرون بمعاناة الشعب، عار وجريمة على كل من حكم العراق خلال 20 سنة
وما حل مشكلة الكهرباء. معنا أبو أحمد من بريطانيا، أرحب بك معنا أبو أحمد. يعني تستمر معاناة المواطن العراقي مع الكهرباء مع صرف عشرات المليارات، الرقم وصل إلى تقريبا 90 مليار دولار منذ العام 2005 ولغاية الآن، وما زالت الكهرباء غير موجودة في العراق وخاصة في فصل الصيف. مرحبا بك معنا أبو أحمد. مرحبا دكتور عمر المشتاق. أهلا وسهلا، احنا أشكرك، الله يبارك فيك وانت بألف خير. الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك ويخليك ويسلمك. الله يحفظك دكتور. الله يخليك. أنا أول ما أريد أرجع إلى نور المالكي، هذا الإفلاس السياسي اللي وصل لنور المالكي رجع يحكي بهاي اللغة البغيضة اللي العراقيين كلها أبروها. نعم. اللي هو على أساس وزيرة قال سنة 2013 نعم راح نصدر كهرباء. هاي وحدة. اثنين، اكو 300 مليار بولايته، هو اكثر من ولايه. هو لان ولايتي رئيس وزراء وولايه نائب رئيس جمهوريه ولحد الان هو بالحكم. اكو 300 مليار ما يسالها وين راحت هذه. دا يحكي لي بالطائفيه ودا يحكي لي باخلاق الامام علي، هو جاب على اخلاق الامام علي عليه السلام. وثانيا الامام علي بدل ما يحكيها بالطائفيه، من هم اولاد الامام علي؟ هو يدري اولاد الامام علي عثمان وابو بكر وعمر اولاد الامام علي رضي الله عنه اجمعين؟ يدري لو ما يدري هو بهذه؟ نعم. يعني معقوله اني ما احب واحد اسمي اولادي باسمائهم؟ يعني هاي اللغه شو كتب يبطلون من عند هذول المفلسين سياسيا واجتماعيا؟ هم كذا يجيون من الشهر ال 12 على انتخابات مجالس المحافظات. نعم. يقول لك بس نرجع من جديد. نعم. هاي اللغه الطائفيه اللي هي ما تفيد، تعبر على بعض الناس بس ما اتصور بعد تعبر، لان يعني العراق تجاوزها ولله الحمد بعد 2006 و2007 ودفعت بها دماء كثيرة، ما أصور بعد الشعب عنده استعداد يرجع لديك النقطة. هاي مسألة جدا مهمة. أما موضوع الكهرباء، نعم. موضوع الكهرباء موضوع أي شخص دا يجي وزارة الكهرباء دا يوقع على شيك. تسمعني دكتور عمر؟ أسمعك أبو أحمد. نعم. دا يوقع على شيك، دا يوقع على شيك بالملايين مقابل استلامه لهاي الوزارة. من دا يوقع على هذا الشيك شنو معناته؟ معناته ثلاثة أرباع الواردات اللي راح تجي هاي الوزارة هي تكون بجيبه وبجيب جماعته وبجيب حزبه. فلذلك ما دام موجود مثل نور المالكي وغيره وفؤاد الحامري وغيره، ما أصور البلد راح يتطور وأكو ناس راح يجون بشكل جاد بدون يشتغلون ويكتشفون الفاسد. وأنا أشكرك جدا. شكرا أبو أحمد من بريطانيا كان معنا، الله محييك أبو أحمد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم من جديد وإلى ملف الجفاف.
أكدت مديرية البيئة في محافظة ميسان بأن أسباب نفوق ملايين الأسماك في المحافظة بشكل مفاجئ قبل أيام تعود إلى انخفاض منسوب المياه ومستويات الأكسجين في النهر، بالإضافة إلى قلة الإطلاقات المائية من دول الجوار. وإلى جانب ذلك، يعد تلوث المياه مشكلة رئيسة في جميع محافظات العراق، الذي يعد من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي والجفاف في العالم، بينما يفاقم غياب البنية التحتية مستوى الأزمة، ما يجبر الآلاف على الهجرة من مناطقهم الريفية. مواطنون يتحدثون عن الأسباب التي أدت لنفوق آلاف الأسماك في نهر العز بمحافظة ميسان. دعونا نتابع ما قالوه في هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. بعد نفوق كميات من الأسماك الموجودة في هذه القناة، الأسباب الواردة إلينا بأنه نتيجة انحسار كميات المياه وقلة الإطلاقات المائية عبر النهر عبر ناحية الخير، بالتالي أدى إلى التزاحم بين الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهر. هذا مما أدى إلى انخفاض نسب الأكسجين المذاب في المياه، حيث وصلت نسب الأكسجين إلى 0.5. رصد مواطنون تراجع منسوب نهر دجلة في بغداد إلى حد غير مسبوق، وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عبور مجموعة من المواطنين لنهر دجلة سيرا على الأقدام، فلنشاهد. طبعا هذا حال نهر دجلة بتاريخ اليوم 2023/9/7. يعني هذا المقطع مصور اليوم. نبقى مع تداعيات الجفاف على العراق، وتتكرر معاناة سكان ناحية الخير في محافظة ميسان مع بداية فصل الصيف، حيث يؤدي الجفاف وقلة منسوب المياه إلى هجرة السكان وقلة الزراعة، بل كادت تنعدم، وكذلك تؤدي إلى موت المواشي من الجاموس والأبقار وجفاف الأهوار، مما تسبب بتلف الثروة السمكية التي يعيش عليها السكان، وكانت أحد موارد الدخل اليومي ليس فقط لهذه المنطقة بل للكثير من محافظات العراق الوسطى والجنوبية. إلى جانب ذلك، طالب السكان بضرورة زيادة حصص المياه الواصلة إلى هذه الناحية التي وصفوها بالمنكوبة بشكل جذري، وفتح لجنة محاسبة تخص مجلس بلدية ناحية الخير ومديرها بعدم العناية لناحيته وإهماله وعدم مطالبته بالحقوق وترك المشاكل التي تخص الناحية وكثرة غيابه عنها، وقد تصل غياباته لأكثر من شهرين أو إلى موسم كامل بحسب ما قالوا. طبعا دعونا نتابع هذا المقطع. تعاني من شحة المياه بصورة جدا رديئة، ولكن احنا نخاطب الشرفاء إذا موجودين شرفاء عيارة على هاي الناحية. لاحظ السمش الموجود استحقانه روحه تقريباً ما ينعد لا بالآلاف لا بالملايين لا بالمليارات. لقد أسمعت لو نادئ تحيا لكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا من اختبئ الغارات، ولكن نحن ننفخ في رمادي. بس ما نقول بس هاي كلمة عساها بحظة وبخت اللي يحكم. والله طبعا جريمة شنعاء وبشعة، يعني صور هاي المنطقة كلها لحد هذا مسار الماء منها نهايته بسبب جفاف الماء، يعني الخشني والسمش السمتي زهق ومات. Thank you.
مواطن في قضاء النجمي في محافظة المثنى شكى من شح المياه الصالحة للشرب وطالب بوصول المياه عن طريق السيارات الحوضية. دعونا نتابع. خويا تقبل هذا الماي يتغسل به؟ هذا ماي قرية الحوش تقريبا 30 بيت ذني بدون ماي، هاي سادس يوم تقبل الله وبرسوله، سادس يوم ماكو ماي. يا محافظ المثنى، يا محافظ المثنى، الله شاهد، الله شاهد، سادس يوم بدون ماي، وهذا الماي نغسل به، هذا الماي نغسل به، تقبلها؟ يقبل ضميرك؟ يا محافظ المثنى احسبنا نازحين، احسبنا نازحين، يا على حبتور احسبونا نازحين، قرية الحوش نازحين، ودونا دذاكر، ودونا اي شيء، احسبونا نازحين، احسبونا لاجئين، عم الدول هسه مو تاخذ لاجئين؟ احسبونا لاجئين، ما عندكم رحمة؟ يا على حبتور ما عندك رحمة؟ زين إلا أريد تنكر أجي منك أخذ أقص وصل، زين الوصل ب10,000 وبتنكر إلا يفرغ كله، يعني الأجار ما يروح، تقبل هالشي هذا؟ تقبلون هالشي؟ زين ذاك اليوم إجا محافظ المثنى 5 نهار مدري 6 لابن زريج سأل قال لا هالمنطقة منين تشرب ماي؟ يا محافظ المثنى سألت أنت؟ قلت هذا السلف مال بن زريج منين يشرب ماي؟ خلي ضمير عندكم يا محافظ المثنى، خلي ضمير عندك، على حبتور اقعد بينك وبين نفسك وقول شنو سويته للنجمي، قول شنو سويته لبن زريج لعمامي، شنو لانجزته؟ هاي عمامك ذول ياهم، هاي بن زريج، هاي قرية الحوش، هاي اشوفها لا حاسب ضمينك يا على حبتور، غير هذا ما نقلكم، غير هذا ما نقلكم، زين؟ وهاي بن زريج كلهم يشوفون، هاي قرية الحوش تقبل الله ورسوله من هذا الماء الغسل. وقد تظاهر عدد من أهالي قضاء النجمي في المثنى للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في مناطقهم وإكمال إنشاء المؤسسات الحكومية في القضاء كالمدارس والمراكز الصحية ورفضها بالأدوية وتحسين مياه الإسالة. دعونا نتابع هذا المقطع. طبعا احنا بالنسبة لنا هاي الناس اطلعت ومظاهرات، اول شيء عندنا شحة المياه ماي الإسالة، جاي نعاني من ماي الإسالة والراجع ولا يومين راجع لمدير دائرة الماي وماكو أي نتيجة، ويوعدونا وعود القيم مقام، يوعدنا مدير الماي، يوعدنا المحافظ، وعدنا بوعود، احنا هسه ما تنفذت هاي الوعود، ما تنفذت ولا وعد بالنسبة تنفذ. الكهرباء عندنا هسه هاي المحطة الثانية اللي هي 16 القديمة هذيك من النظام البادية 16 وجابوا 16 طالع شهر ما رابطينها، وكهربائنا رايحة كلها للشركات الاستثمار، شركات الاستثمار يعني يعطونا 140 فولتية حصة، يعني وحصة النجمة رايحة للشركات. بالنسبة الماي احنا اهم شيء عندنا الماي، حصة الخريجين اللي بالنجمي اللي صار بالنجمي صار يمكن ما يقارب 5 سنوات ما سمعنا واحد تعين بالنجمي ولا قريج. احنا نريد بالنسبه للمحافظ ممثل من الوزاره يحضر للنجمي يشوف المعاناه هاي الناس، كهرباء ماكو، ماي ماكو، هسه احنا بطلنا حتى الطرق ما نريدها بعد، نريد بس ماي. بالنسبه للماي لازم يسوون لنا حل. حول ملف تداعيات الجفاف على العراق والعراقيين، دعونا نقرا بعض اراء الجمهور العراقي. علي صالح يقول أغلب الأنهر في العراق تعاني من رمي نفايات المستشفيات والمجاري داخل الأنهر وخاصة نهر دجلة، تسبب بتسمم في المياه، يقول العتب على الحكومة ساكتة على هذا الشيء. سعد الحمدان يقول السبب معروف، هناك كفاءات علمية قاعدة بالبيوت واللي ما عنده شهادة يحكم، أقصد على شتى مفاصل دوائر الدولة تعتمد المحسوبيات الحزبية لا تهتم بمن يقدم خدمة فعلية وميدانية، هذا حال العراق وللأسوأ مستقبلا. عبد الناصر يقول نهر دجلة مصيره إلى مستنقع بسبب المسؤولين الفاشلين والسياسات الخاطئة. أبو أحمد يقول علاج الماء لابد من حل نهائي والاعتماد على الآبار ونصب محطات تحلية عليها كما يقول أبو أحمد. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية، أرحب بك معنا أبو عمر. يعني تتفاقم أزمة الجفاف على العراقيين،
على الساكنين في القرى والمزارع وعلى الساكنين في المدن، هل هناك حل برأيك أبو عمر؟ تسمعني؟ السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. يا هلا بك، يا هلا بك، حياك الله. طبعا كل حلول، كل حلول بالعراق ماكو. ليش؟ خلي يسمعني الشعب، لأن ذولا ذيولة، ذولا ذيولة وذولا مثل ما تقول متخزين البلاد، تدمير البلاد، تدمير البلاد. يا هو محمد الشيع السوداني ويترأسهم المالكي، هذا المالكي يترأسهم، المالكي وقيس الخلف علي والفياض وغير الفياض، ذولا ذيولة، ذولا على راحة العراق بخير والله العظيم. لا تصور أصير يصير بالعراق على هذولا موجودين، هذولا التتر، ذولا التتر لا موجودين هنا العراق، باسل براس خير، لا من كهرباء، الماء مقطوع، الماء مقطوع على المحافظات كلها، على المزارعين، أمشي إيران، أمشي إيران وإسرائيل وأمريكا، ذولا موجودين، هم ذولا هم راس الأبحة. هذا أول واحد عليهم، هذا رئيس الوزراء، هو إجراء، هو إجراء اسمه رئيس الوزراء، اسمه هذا المالكي، دلولا، وذولا ذولا إيران، ذولا حطموا البلاد. خلي يسمعوني، هم خلي يسمعوني، والله حطمت البلاد، بس والله قسم عظما برب الكعبة، ما المجالس محافظات ما سدين الناصية بالمرصادك، أنا ما أشغل هاي الخدمات، والله هاي قطنا وشلعوها من ذانكم، إحنا بالمرصادكم ترى ثورة التشرين بالمرصادكم، أنت الأبوات، والله أنت مو خسنات، سقطت البلاد، سقطت الشعب العراق، سقطت، والله خليت الشعب الجدي كله عسى حظكم وبختكم، اهم شيء ايران مصالح ايران، انتم ما تشعون، انتم ما طول باعين ضميركم، الا هو الا وطن باعينه، هو اللي بايع وطن شنو؟ خلي يجاوبني، بايع وطن شنو عن استاذ عمر؟ تسمعني؟ اسمعك ابو عمر، اسمعك. نعم، هو اللي بيع وطن شنو؟ ما تقول لي، انا واحد يحسب لي انتم ماسك، قالوا لا، ولو بسب الصحابه، تروح في دول الصحابه، انت شنو انت؟ انت واحد قدر المالكي. السود ثورة التسعين انت خسرت العالم، حجرت العالم، والله 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 من شمالها الى جنوبها، سوت ما سوى انت، هاي كله حسب ايران، وانتو ما تستحون، جايبين وزير خارجية ايران هنا، جايبين كلها هنا، جاي والله جاي تفاوضون على بلادكم، السحر عيب عليكم، اسمعوني، لان انتو ما عندكم شرف، والله ما عدكم شرف برب الكعبة. أبو عمر الناصرية كان معنا، وعليكم السلام. أبو زينب من النجف، أبو زينب برأيك هل هناك حل ممكن لإيقاف زحف الجفاف وقتل الحيوانات والثروة السمكية وهجرة المزارعين في العراق؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الحلول وليس حل واحد، وحلول ناجعه، ولكن لم تمارس هذه الحلول لان الشعب ليس بيده لا حول ولا قوه. الحل او الحول والقوه والمال والسلاح بيد الميليشيات العميله لامريكا وبريطانيا واسرائيل وتركيا وايران ودول الخليج المتصهين، هذول جماعه التطبيع هسه. هذول من البداية ماكو بلد بالعالم يعني تجف أنهار الرئيسة وجداولة وأحوازة وقنوات بحيث توصل إلى هلاك مئات الملايين من الأسماك والجاموس وغيره والزرع، وهذا التوقيت إذا تسمح لي التوقيت هذا السنوي كل ما يردون يحصدون الحنطة والشعير واشتعلت، هاشنو تجي جذوة من السماء؟ كلهم ذولا عملاء ايران الموجودين هنا. ثانيا الحل موجود، تريد انت ويحكوا لك بالسياده وعيب عليهم يحكون بالسياده. اسد الحدود مع تركيا واسد الحدود مع ايران وامنع الاستيراد. راح يموتون من الجوع غصبا عليهم، راح يركعون لنا. بس الا هم جايبتهم ايران ومثبتتهم علينا، وذولاك جايبتهم تركيا وذولا جايبتهم امريكا وبريطانيا واسرائيل ومخالفين الدستور مع العموم وبريمر،
والشعب غبي والشعب يوميا قشمري ويوميا جبوني. يعني وارجع الى لغه التعليم ابو زينب الامام علي ابو زينب رد عليه السلام. ابو زينب بس لغه التعليم على الشعب يعني غير مقبوله صراحه. نعم ابو زينب احنا ما فينا غير سلمية سلمية. اللي يضربك طلقه ضربه بمدفع. شكرا. أبو زينب من النجف كان معنا، وطبعا المتصل هذا رأي المتصل، ولكن لا نقبل بالتعميم والتجاوز على الشعب العراقي ككل. نعم نذهب إلى ملف آخر وهو ملف المشاريع الفاسدة. أحد المواطنين تحدث عن قيام بلدية الشعلة في العاصمة بغداد بإزالة الأشجار الميتة من على جوانب إحدى الطرق جراء الإهمال الحكومي كما يقول، وأضاف بأن هذه الأشجار لم يمضي على زراعتها سوى أسبوع واحد. فلنشاهد هذا المقطع. هاوي شوف الشجار صار لهم أسبوع ما خلوها ناس شايلين بيها. هنا البوق الزين حجي. شوف البوق الزين بلدية الشعلة. يا أستاذي الشعلة حياتي. انتم المدراء المسؤولين الاحزاب شنو هذا الشغل ده يصير؟ كان الاشجار وحلوه من ورا الشعله اشو شفتوها خربتوها انه جبتوا اشجار ميته صبغتوا الرصيف صبغتوا الارصفه وبعد العمل غير كامل مال الاتربه والزرع ده تسوون انتم؟ بس قلوا ده تبقون على نهيك شيء تخلوهم من جوا لجوا. والله خبرتونا والنبي خبرتونا الاحزاب عمي شنو هالشغل هذا؟ ويا عمي اشتغلوا ما تطلعوا والله وراكم قبر والله قبر مترة في مترة والله قبر وراكم. أنا مات هذا زرعان ومات ميتات جابون ميتات فلوس هاي ليش هيك هاي مال الشعب هذا؟ أحد المواطنين في ناحية زمار في قضاء تلعفر الواقع في محافظة نينوى طلب الجهات المختصة الاهتمام بحدائق الناحية حيث تعاني أشجارها من العطش الشديد لغياب السقي والعناية بالمساحات الخضراء في داخل هذه المنطقة. دعونا نشاهد. الأخوة في بلدية زمار نتمنى منكم، الأخوة في بلدية زمار نتمنى من عندكم تزورون المحطة وبس شوية تهتمون بنظافة النظافة مقابل المحطة ولو بالعشرة أيام 15 يوم مرة. بنفس الوقت هاي الحديقة اللي مقابل المحطة يعني تشوفونها هاي ده تبس يوم بيوم، والأشجار اللي بداخلها همينة يعني ده تبس من العطش. فاحنا نتمنى من عندكم انتو دائرة الماي تشوفون حل هاي الحديقة. يعني حرامات جريمة، يعني حديقة مطلعة وجه المحطة، فياريت شوية تهتمون بيها مثلا من ناحية السقي ولو على الأقل بالكتلة أيام مرة، لأنه هاي انتهت هاي الحديقة. حتى الأشجار اللي فيها همينة عطشانة شوي. من ناحية النظافة همينة يعني شوف هاي الأدغال وما أدغال مقابل المحطة، وهذا مدخل ناحية زمار يعني مفروض ما يكون بهذا الشكل. فواجب البلدية والأخوة بدائرة المي يشوفون حل الحديقة مثلا من ناحية التنظيف. أوتي ذيقار حيث كشف أحد الناشطين كما قال ملف فساد جديد في الحدائق المنتشرة في المناطق في مدينة الناصرية، ورصد قطعة أرض تعاقب عليها ثلاثة مقاولين. وضع الأول السور الخارجي، والثاني وضع أعمدة الإنارة، والثالث قام بصبغ السور وتسليم الحديقة على أنها مكتملة بصورة شاملة وتحتوي على مساحة خضراء ونافورات لقسم شعبة الحدائق. فلنشاهد. هاي الحديقه مقابل مركز سومر الصحي، هاي على اساس شنو استلمتها شعبه الحدائق بلديه ناصر على اساس منجزه، استلموها ثلاث مقاول، مقاول اول شو سوى؟ خلى شرك. مقاول ثاني شو اجى؟ اجى قصاها، خلى اناره. المقاول الثالث سوى؟ اجى صبغ هذا الشرك هذا صبغه. طبعا هاي ثلاث مقاولين، الارضيه بقت على بدون يعني نسلم على اساس استلمتها بلديه ناصر بها العاب وبها نافوره متكامله. للعلم هاي الحديقه قدامكم
وهاي ملف الحديقه طبعا ضروري ينفتح في معارض قانون ملف الحدائق. 13 حديقه سلمها قائم مقام وهي موجوده حبر على الورق على اساس منجزه في مركز مدينه الناصيه. طبعا احنا الناصيه تفتقر الى مدينه العاب، تدري مدينه العاب شلون صادروها ونوغزت بوضح النهار وتلاعبوا بها ملف مدينه العاب، تلاعبوا بها باوراق الاصوليه والفازيه وما فيها القطع. انتم هاي الحدائق، هاي طبعا هاي الحدائق مناطق شعبيه، هاي تعتبر مدينه العاب مصغره، ليش ما تعتنون بيها؟ هاي الارض صبقه، ليش ما تعتنون بالحدائق المناطق الشعبيه؟ وانتم هاي الحدائق هذا المفروض تجي لجنه مختصه من هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه تحقق ملف الحدائق. طبعا كل حدائق هاي من مركز مدينه ناصيه يعني بس شبكه الشركه هذا ب 50 مليون ناهيك عن الارضيه والالعاب، يعني ملف الحديقه يكمل من 150 مليون للعلم. ملف حديقه 150 مليون، هذا شوف الحديقه طبعا ثلاث كشوفات على 150 مليون، هاي 450 مليون باقت وضع النار من بلديه الناصيه، ملف الحدائق مركز مدينه الناصيه. في محافظه ذي قار حيث انتقد ناشط من هناك ملف فساد الحدائق في حي اريدو بمدينه الناصريه، وتساءل عن الاموال المخصصه لتاثيث الحديقه في الناصريه والتي لا تحتوي سوى على كرفان وسور خارجي، ولا توجد فيها إنارة ولا أشجار ولا ألعاب ولا أماكن للجلوس، فهي مجرد أرض جرداء. فنشاهد. طبعا هاي الحديقة الثانية نفس القطاع بحيريد ونفس السيستم مال ذيك الحديقة ونفس المعاناة، يعني ما جاي نعرف احنا، يعني والله العظيم فهموني، يعني ليش هاي السرقات؟ يعني جاي تبوقون، يعني هاي يعني حتى حق الأطفال جاي تبوقونه، هسه بشرفكم هاي حديقة؟ حديقة بشرفكم صبخاية؟ يعني انتم جاي ترفعون كشوفات وساحات وتقولون هاي الساحات هي تابعه للمناطق ونفس الوقت لازم تكون بها العاب، تكون بها نافورات حتى هنا شويه تتمتع الاطفال، زين وين جاي تدر هاي الاموال؟ هاي الحديقه باع لها؟ نفس ذيك الحديقه بالتفاصيل، ما نريد نطول الكلام، قل الكلام ما خيره ودل، يعني نريد منو المقصر؟ نريد هاي الملف ينفتح، يا نزاهه ذي قار، يا الرقابه الماليه فتحوا لنا ملف الحدائق وخاصة بحي اريدو، ذني حديقتين موجودات داخل البلدية وقسم الحدائق بينهن منجزات وداخلات الخدمة، ماخذين أكثر من مقاول سوى قلوبات إنارة ومقاول سوى السياج الخارجي ومقاول الثالث حط الكرفون هذا وخذ 150 مليون، ثلاث مقاولين متتاليين كلمة خذ لكشف 150 مليون، يعني اليوم احنا شوف 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 شلون انعدمة الثقة بين المواطن وبين المسؤول، يعني 150 مليون بكتوهن، 150 مليون بكتوهن على ثلاث مراحل او ثلاث مراحل بكتوهن. حول هذا الملف دعونا نقرأ بعض تعليقات الجمهور العراقي على فيسبوك. حيدر الزايد يقول والله كانت اشقد بيها اشجار وثيل وحلوه، يقول خربوها وخلوها كوم مال تراب. حج علي البيات يقول والله حرام هذا الزرع اشدي يسوون ما حد يدري، يقول خربانه. احمد يقول كل الحدائق والمتنزهات مهمله ومتروكه. تعليق اخر من منال تقول فيه يسوون مشاريع ويتركوهن، مع الاسف واقع حال كل البلد مو بس المحافظه. دعونا نذهب إلى أنفوغرافيك حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على أزمة الجفاف والتصحر التي يعاني منها العراق، وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن أزمة الجفاف تفتك بالعراق وتفاقم معاناة السكان وتدفعهم نحو النزوح. وقالت اللجنة إن الأراضي التي كانت خضراء وتتألق بخصوبتها تشهد اليوم جفافا حولها إلى رمال، مبينة بأن مناطق الأهوار في جنوب العراق تحولت إلى أرض قاحلة بعدما كانت تفيض بالماء. تفاصيل أكثر في سياق هذا الأنفوغرافيك. داخل النهار تجري من جهة العظمية من جهة مقابلة العظمية على جسر الأئمة، وهذول الشباب يلعبون طابة داخل النهار هذا النهار.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.